لو الحكاية فيها إن فيجو. بالنسبة للتوقعات لمواليد برج السرطان، أشوف أنه سنة 2018 هي عام البناء بالنسبة لمواليد برج السرطان. ومواليد السرطان هم اللي مولودين ما بين فترة 22 يونيو إلى 22 يوليو. أشوف أنه ليه أنا بقول عام البناء، لأن مواليد السرطان عندهم قدرة خلال 2018 إن هم يبنوا على أسس ثابتة، حتى لو كانت الدنيا ماشية معاهم ببطء، يعني ممكن تقابلهم عقبات أو عراقيل في النص، لكن عندهم روح مبادرة هي مفتاح النجاح بالنسبة لهم، ويقدروا يحققوا كمان مكاسب مالية رائعة. فأشوف إنه الروح المبادرة دي هي اللي هتساعدهم كتير إن هم يحققوا مكاسب مالية. كمان مطلوب بس من مواليد برج السرطان ان هم يتحكموا في حساسيتهم وفي عصبيتهم، بسبب طبعا مواجهة كوكبين كبار ليهم، هم بلوتو وزحل، وده ممكن يصيب اكتر العصبية والتوتر والحساسية الشديدة، تصيب اكتر مواليد العشرية الاولى والعشرية الثانية. على الصعيد العاطفي، اشوف انه مواليد السرطان اذا كانوا متجوزين قد يواجهوا خلافات زوجية او استفزاز او رغبة في البعد عن شريك الحياة للأسف، بس لازم يبقوا متفاهمين جدا انه ممكن انهم لازم يصبروا شوية وما يتسرعوش في قراراتهم، لان ده ممكن يكون بسبب تأثير مواجهة زحل ومواجهة بلوتو، فده ممكن يتسبب لهم في تسرع، في حساسية زيادة، غضب بسرعة. فالوضع محتاج شوية النضج في التعامل عشان ما يندموش. نروح بقى للناس اللي من مواليد برج السرطان اللي مش مرتبطين. فلو مواليد السرطان غير مرتبطين، فأشوف ان هم ممكن يعيشوا ثورة عاطفية ابتداء من اول السنة لغاية 8 نوفمبر، لان عندهم المشتري في منزل الحب، وده بيديهم طاقة عاطفية حلوة جدا، وبيديهم كمان حظ حلو في الحب، فممكن يبقى ده يعني بشرة بانه في ميلاد حب حقيقي، حتى لو كانوا مواليد السرطان مش بيؤمنوا بالحب. على الصعيد المهني وعلى الصعيد الاجتماعي، بالنسبة لمواليد السرطان، أشوف أن مواجهة زحل ومواجهة بلوتو بتخلي مواليد السرطان عرضة للمعارك الحقيقة خلال 2018، وخصوصا مواليد العشرية الأولى والثانية، وممكن يلاقوا نفسهم مضطرين لمواجهة ناس كتير بتعارضهم او في مقاومة بتواجههم، هيكونوا في حالة دفاع عن حقهم في اوقات كتير. بس ابتداء من 15 مايو اشوف ان هم عندهم فرصة ان هم يحصلوا على دعم المخلصين ليهم، وممكن يتغير مسارهم المهني تماما بعد ما اورانوس يدخل في منزل الأصدقاء ويديهم تغيير حلو على مستوى المهنة. ده برضو أقول إنه ينطبق أكتر لمواليد العشرية الأولى. وكل سنة وانتوا طيبين.